ماذا يحدث في النادي الأهلي؟ يحدث في النادي الأهلي هناك العديد من الإعلاميين شغالين يروجوا عدد كبير من الشائعات في موضوع الصفقات. كان مكالمة بيني ما بين مسؤولين في النادي الأهلي النهاردة، وطلبوا مني التأكيد على أن الكلام الكثير في الصفقات بيشتت اللعيبة في هذا التوقيت، وإن كل ما يقال لا أساس له من الصحة. حتى وإن كان هناك أسامي مرشحة، ليس معنى إنك أنت عارف اسم مرشح أو شيء من هذا القبيل يبقى الأهلي هيجيبه. لا، مشوار طويل ومناقشات ومداولات وجهاز فني ولجنة فنية ومحمود الخطيب وقصة كبيرة عشان يروح الأمر لأمير توفيق يا أمير تعاقد. فللأسف الشديد الناس قاعدة تجيب كلام من هنا وكلام من هناك. وطبعا عشان خاطر الأهلوية، ناس محترمين وليهم معزة في قلبي، يعني أنا بقول لهم أرجوكم ركزوا فيما تبقى لكم من مباريات، وعندكم مباراة مهمة أمام الإنتاج. فأرجوكم لو سمحتوا يا جماعة الخير لا تنظروا إلى مثل هذا الموضوع. حد بيقول لي موسيماني هو اللي قلب الدنيا، أيا كان أيا كان، موسيماني قلب الدنيا ما قلبش الدنيا، كان في قعدة عتاب كبيرة. يعني هو لما قال طبعا سيأتي لاعب من جنوب أفريقيا، أو في لاعب من جنوب أفريقيا بيرشحه، طبعا في لوم كبير حصل من الكابتن محمود الخطيب لموسيماني إن مش من حقه يتكلم في هذا التوقيت في صفقات أو في دماغه لعيبة أو كذا، لأنه ده بيشتت الفكر، سواء فكره هو والجهاز الفني أو فكر اللاعبين. كان في قعدة ود وعتاب. النادي الأهلي في مثل هذه المواقف بيقفل صفحة صفحة، ما ينفعك يفكر تفكيرين في أن واحد فيخسر الاتنين، واخد بال حضرتك؟ والتصريح الثاني اللي قلب الدنيا بيقول لك استخدمت جهاز قياس الكحول في صندوز ولكني لم استخدمه هنا. انا اقول ان في لعيبه بتضرب او بتاخد كحوليات او شيء من هذا القبيل. عموما يعني كلام موسيماني كان قلب الدنيا، وانا يعني اسمحوا لي انتقد موسيماني بشده. لا كلامه عن اللاعب بتاع جنوب افريقيا ده وقته، ولا اي لاعب تاني هو حاطط عينه عليه ده وقته، ولا كلامه عن جهاز قياس الكحوليات اللي كان بيستخدمه في سان داونز ده وقته، ولا الكلام في هذا الموضوع ده وقته. يعني وطبعا يعني بعيدا عن الوضع ومنافسة الاهلي في الدوري كنت اقول ان انا اقبل هذا الكلام، ولكن هذا الموضوع يعني بعيد كل البعد عن ان هو يعني توقيته خاطئ، وانا بنتقد موسيماني بقوة على ذلك. انا بنتقد موسيماني بقوة على ذلك. وطبعا في عدم رضا من هذه التصريحات، وفي عتاب كبير تم من موسيماني. كمان اللعيبة حصل بينهم وبين بعض عتاب كبير على مباراة البنك الاهلي، وتعاهدوا الا تضيع منهم نقطة فيما تبقى من مباريات مؤجلة وحتى نهاية المباريات. طبعا اللعيبة من حقها تتواعد والكلام ده، ولكن خلينا أقول لكم إن تصريحات موسيماني أو النقطتين دول بالذات، اللاعب جنوب أفريقيا اللي حاطط عينه عليها وموضوع الكحوليات، هم حديث الساعة النهاردة. عشان كده كان لازم أبدأ بيهم